عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما يخص الأرقام من الزيرو لعند الرقم 50 رقم 50 للصف الأول الثانوي لكل المبتدئين في تعلم اللغة الفرنسية. ده الدرس الأول، الوحدة الأولى. بسم الله نبدأ مع بعض. يا ريت تشترك في القناة ونفعل الجرس. أنا عندي أول حاجة الزيرو. زيرو يعني الصفر. زيرو أن، أن يعني رقم واحد. أن هنا بستعملها في أدوات النكرة، تبقى أن للمسكولا وإن للفيمينا في أدوات النكرة، وبستعملها هنا كرقم واحد. أقول أن دو دو. الإكس هنا نو سو برونونس با، ما بنطقهاش. إمتى بنطقها؟ لو جه بعديها لتر فويل، زي ما أقول أدي دو وأدي أو. أنا عندي سنتين، هقول هنا إيه؟ دو زان دو زان. طب لو عندي صديقين أمي، تبقى الإكس هنا لا تنطق، ولكن لو جه بعديها لتر فويل بنطقها ز ز. أقول إيه؟ دو زامي دو زامي، يعني اثنين من الأصدقاء. تغوى تغوى نفس الكلام، الاس هنا نو سي برونونس با، ما بنطقهاش. برضو لو جه بعديها لتر فويل بنطقها ز ز. هقول هنا تغوا زامي تغوا زامي. يبقى احنا عندنا قاعده ان الاس لو وقعت ما بين دو فويل حرفين متحركين بنطقها ز ز. كاتر كاتر. سانك 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 رقم خمسة. سيس سيس سيس. الإكس هنا بنطقها إس. طيب لو جاب عليها لتر فوي هينطبق عليها نفس القاعدة. أما أقول أنا عندي ست سنوات، هقولها إزاي؟ هقول هنا إيه؟ سيزون سيزون ز ز سيزون. عندي ست سنوات. إحنا النهاردة بنقول الأرقام بكل المعلومات اللي تخصها. إيه الحروف اللي ما نقدرش ننطقها فيها؟ هقول هنا زيرو أن دو تغوا كاتر سان سيس. طيب الرقم ست. ست يعني سبعة. البي هنا نو سو برونونس با، ما بنطقهاش، بس بنطق التي. هقول ست. طيب رقم تمانية ويت ويت. القش هنا يا جماعة طبعا لتر فويل حرف فويل متحرك نو سو برونونس با، ما بنطقوش. هنا ويت لو جاب عادي في كونسونا ساكن التي ما بنطقهاش. هقول هنا اما اقول وي وادي كلمة كيه، يعني انا عندي 8 كراسات، هقول هنا وي كيه وي كيه. تمام. طب لو جاب عاديها لتر فويل ويت، وهنا كلمة إيليف تلميذ، عندي 8 تلاميذ، هقول هنا ويتي ليف. ليه؟ لان جاء بعديها الاو. تمام. ويتي ليف ويكي ويكي 8 كراسات. طيب نمرو نف. نف يعني 9. نف ديس ديس. رقم 10 يا جماعه الاكس هنا بنطقها اس ديس. طب لو جاء بعديها لتر فويل حرف متحرك بتنطق ز ز. زي ايه؟ لما اقول هنا دي زامي، تبقى الاكس هنا ز. دي زامي عشرة اصدقاء. اونز اونز. دوز تريز. ما عنديش مشكلة. كاتورز كاتورز. كانز سيز سيز. بنطقوا هنا من بداية 11 لحد 16 بيبقى اخرها ز زد او زد او. 11 12 13 14 15 16. نيجي هنا نخلي بالنا من بداية الرقم 17 ببدأ أركب. يعني إيه أركب؟ يعني رقم 10 وأحط شرطة وأدي رقم 7. طب أنا عملت رقم 17، طب لما أجي أنطقه بنطقه إزاي؟ هقول البي هنا إحنا اتفقنا إن هي إيه؟ نو سو برونونس با، ما بنطقهاش. ديس ست. الإكس بنطقها إس عادي. ديس ست. طب رقم 18 الإكس هنا هتقع ما بين دو فويل الأش والإي، فهقول هنا إيه؟ مش هينفع أقول ديس ويت،
هقول ايه؟ ديزويت، ديزويت، ديزويت يعني رقم 10. رقم 19 ان احنا اتفقنا هيبقى رقم 10 وادي الشرطه بتاعتي ورقم 9. المفروض ان انا اقول ديس نف يا ميس. طب ما هو الاكس هنا مش بعديها لتر فويل، ومع ذلك بنطقوها اقولوا ايه؟ ديز نف، ديز نف زي ديزويت، ده او حاله خاصه عندهم. طيب نيجي هنا لرقم 20، 20 يعني رقم 20، 20 20. طب نيجي بقى نفصل رقم 20 و30 و40 و50، تمام؟ لما اجي هنا الرقم 20 20 يعني رقم 20. طب 21 نخلي بالنا منها، هي فيها معلومه مهمه جدا. احنا اتفقنا خلاص لما ابدا احط الان او الدو او التغواء او الكتف للرقم بحط شرطه، بس 21 لازم بستعمل العطف الـ E، تمام؟ واحط شرطتين، فهقول هنا 20 E A 21 21 20، ما بنطقش الـ T ولكن بعديها لتر فويل ببدا انطقها، اقول 20 يعني 21. بعد كده من 21 هنا 22 لحد 29 بحط شرطه بس ما بربطش بالـ E، هقول هنا 22 23 24 25 26 27 28 29. طيب نيجي للرقم 30 اسمه 30، نفس الكلام مع 31 ببدأ اربط بحرف العطف الـ E واحط شرطتين، اقول هنا 30 E A 31، تمام؟ ونكمل 32 33 لحد 9. نيجي بعد كده لل 30 بيجي معايا الرقم 40، 40 يعني 40، نفس الكلام لما اقول 41 لازم اربط بالـ E. معنى كده ان الـ E بربط فيها ب 21 و31 و41 و51 انا بربط. هقول هنا ايه؟ 40 وادي الـ E وادي الـ A، هقول هنا 40 يعني 41، 42 مش محتاجة أربط بيها هي بتقف معايا على 41، هقول هنا 42 43 45 46 وأكمل لحد 49. نيجي للرقم الأخير اللي معانا النهاردة اللي هو 50، الرقم معايا اللي هو 50 يعني رقم 50. في سؤال للناس اللي كملت معايا الفيديو للاخر، يا ريت نكتب اجابته في الكومنتات ونشير الفيديو. الرقم ده اسمه ايه بالنمبر؟ يا ريت نكتبه باللتر بالحروف. لو عجبنا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه.